عمري ما كنت اتخيل ان انا اتحط في موقف زي ده. انا ما صدقت ان انا نسيت، افتكرت الماضي مات واتدفن. ليه تعملي فيا كده؟ سميرة انا ما عملتش حاجة. امال التحاليل دي بتقول ايه؟ ما اعرفش. يعني ايه يا بابا؟ وسيلة ما طلعتش اختنا؟ للأسف انا اللي ما طلعتش ابوها، مع اني كنت فاكرها بنت السنين دي كلها. اكيد التحليل ده غلط، والمفروض حضرتك ما تتهمش ماما اتهام زي ده. خيانتها هي اللي اتهمتها، خيانتها بانت بعد ما كانت فاكره ان عملتها مش هتتعرف. بطل بقى، بلاش تهد اللي بينا في لحظه اندفاع. واضح ان اللي بينا ده كان مجرد سراب. انا كنت مغفل لما صدقت. طول عمري عايشه وفيه ليك، بلاش تهور. ولما سافرت الاعاره بعد شهر العسل كنت برضه وفيه ليا؟ طبعا. امال لما رجعت قصد كان بيعمل ايه عندك؟ ده لسه فاكر. وعمري ما هنسى اليوم ده. فاهمه يعني ايه عمري ما هنساه؟ ست هانم يا ست النظره يا محترمه. سبق وسالتني وجاوبته، والله جاوبته. قلت له انه اصلا كان هربان وجاي لقى جدته عليا، وانا طردته. وجدتك والدته كانت شاهده على كده. هربان ده ايه؟ وهو علاقتك اصلا بقاصد ده؟ ما تردي عليا يا ست هانم. اسكت بقى اسكت. لا مش هسكت يا خاينه. أنا دلوقتي ليه عرفت وسيلة نزلت بنت سبعة؟ إحنا عايزين نعرف قاصد ده يبقى مين؟ يبقى حبيب أمكم. حبيبها مش قلت لك يتأكدوا؟ يعني ما كانش مجرد معجب بيها زي ما حضرتك قلت لنا قبل كده؟ لا يا سيدي، كان حبيبها الأولاني. ولما هو زي ما حضرتك بتقول جوزتها ليه؟ كنت أهبل، كنت عبيط لما صدقتها. دلوقتي بس عرفت الحقيقة، لكن يا خسارة بعد ما العمر عدى وفات الأوان. لا 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 لا، أنت أكيد جرى لعقلك حاجة. هي حاجة واحدة بس، ما هو لما مراتي الست المحترمة أم عيالي اللي عاشت معايا 28 سنة تطلع خاينة، يبقى لازم أتجنن. خلاص فيلم خضرة الشريفة ده خلاص خلص. امشي اطلعي برا 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 خينا برا برا بيتي برا تاني. يا بابا هتعيش معايا؟ مش هتعيش معايا تاني. اطلعي برا، ابعد عني ابعد عني يا بابا ابعد عني ابعد. يلا برا موت فيك يا بابا برا. اوعى يا بابا اوعى عليك برا. مين عني؟ مش هتعيش معايا تاني، مش هتعيش معايا تاني. برا برا برا. اوعى تعوض، اوعى من وشي، اوعى. خليكي معايا يا سمر، تعالى. حاضر. يا بابا يا بابا تعبانه جدا. طب ندخلها حتى تلم هدومها. ارجوك يا بابا بلاش فضايح. خلاص انا في البلكونه، عايز اخرج ما الاقيهاش في وشي. قومي على مهلك، تعالي 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 تعالي. بالراحة بالراحة يا طارق، تعالي على مهلك. امسكي هبل بروح اجيب البخيل. معلش يا ماما اعذريني، دي مش مجرد ورقة، ده تحليل طبي.
يا ما في تحاليل بتغلط. اكيد فعلا التحليل ده غلط، انا متاكد من كده. ابوكو في اول لحظه شك هد المعبد علينا كلنا. يا خساره يا خساره عمري اللي انا قضيته معاه. طب التحليل ده تفسيره ايه يا ماما؟ وليه قاصد يكتب لك انت وسيله كل الثروه دي؟ واضح انكم كمان انتوا. استني بس استني. واضح انكم انتوا كمان بتشكوا فيه. احنا بنسال بس. يا خساره تربيته فيكم. يا ستي اعذرينا، والله الصدمه شديده علينا كلنا. انا اول مره اشوف بابا منفعل بالشكل ده. كل اللي اقدر اقوله لكم ان انا ست بريئه وانا ست شريفه وعمري ما خنت ابوكو. عمري سيبه يمشي يا اخ ادهم، انت عايزه يقتلها هنا ويعمل لنا جنايه؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه وتقوله يا اخ مجاهد؟ الحاجات دي مش عايزه اوالها، الحاجات دي عايزه ذبحه على طول. اللهم احفظنا واستر على ولايانا. امين. يلا يا وسيله حبيبتي نروح عشان خاطر ترتاحي. انت الحمل زاد عليك قوي النهارده، وان شاء الله كل حاجه بكره هتهدى، وانا هتصل بالشباب اطمن عليهم. يلا يا اختي انت كمان، مالناش قعد هنا، بيتنا اولى بينا. معقوله اللي انت بتقوله ده يا مجاهد؟ هسيبهم في الظروف دي؟ سمر لو ما جيتيش معايا انت وبناتك دلوقتي هتبقى طالب الثلاثه. جرايه يا مجاهد، احنا ناقصينك انت كمان. مالكش دعوه يا عم احمد، بقول لك ايه، دي علاقته بيني وبين مراتي. بس يا عم انت وهو. يلا يا سمر، روحي مع جوزك. خدي جوزك وبناتك وروحي، واحنا هنبقى نطمنك بالتليفون. بعد العمر ده كله جاي يتهمك في اسمك وشرفك وسمعتك ليه؟ هو معرفش انت مين وبنت مين واخلاقك عامله ازاي؟ يا اخويا نبيل ده اتجنن باين عليه ولا ايه؟ فجأة
فجأة بقى واحد انا عن نفسي ما اعرفوش. هو انتوا ليه عملتوا التحليل بتاع الدي ان ايه ده الوسيله يا اختي؟ ها ليه؟ أصل إيه وفصل إيه؟ ما تفهميني إيه الحكاية بالظبط يا بنت أمي وأبويا؟ في واحد كتب لها ثروته، يعني بيدعي إنها بنته. بنته؟ ومين ده بقى اللي هيضحي بفلوسه وشقة عمره عشان خاطر واحدة ما يعرفهاش؟ اسمه إيه المجنون ده؟ قصد خير. قصد خير؟ أنا بيتهيألي الاسم ده سمعته قبل كده. ده كان زميل سامية في الكلية، أنا فاكر الاسم ده كويس، مش كده يا سامية؟ مش ده اللي كانت تقدم لك قبل كده وبابا الله يرحمه كان رفضه؟ أيوه هو. وهو بيعمل معاكي كده ليه بعد العمر ده كله؟ معرفش. يعني إيه ما تعرفيش؟ لا لازم تعرفي كويس، ولازم كمان ترفعي عليه قضيه وتطلبيه بيها بتعويض كبير جدا عشان خاطر سمعتك واسمك. يا ريته كان ينفع. يا ريته كان ينفع. وما ينفعش ليه يا اختي؟ ها ما ينفعش ليه؟ مات وبلعنا في فلوسه دي. وطبعا نبيل بيه صدق الحكايه، خصوصا بعد ما نتيجه التحليل اكدت ان وسيله تبقى مش بنته. بنته يا ابراهيم، بنته. سبحان الله، امال نتيجه التحليل بتقول غير كده ليه؟ والله ما أعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. سامي يا حبيبتي، تخبيش على أي حاجة وصرحيني قبل ما الموضوع يكبر. حتى أنت يا إبراهيم بتشك فيا؟ معقول؟ لا أنا مش قادرة أصدق، مش قادرة أصدق. طب اهدي والنبي يا عمتي وصلي على النبي كده وإن شاء الله خير. اهدي يا حبيبتي اهدي، ده أنت مصيبتك مصيبة، ده احنا كلنا هنتجنن. قصدي كده يا حبيبتي كده، أنت هتتجنني خالص. يا سلام، هو كل اللي بيجرى لي ده ومش عايزاني اتجنن؟ خلاص يا سامية انا مصدقك، بس تفسري بايه نتيجه التحليل ده؟ يعني هو يا بابا التحليل انزل ما بيغلطش؟ اكيد في تحاليل كتير بتبقى فيها غلط. انا هروح لنبيل وافهم منه ايه الحكايه بالظبط. تعالي ما اوريكي انا جبت لك ايه. يا ترى جبت لي ايه معاكي المره دي بقى؟ تعالي انا مشتاقه قوي ان اشوف انت جبت لي ايه. اقعدي وريني. الله يا فايق، جيدية حلوة قوي وبان عليها غالية كمان. مفيش حاجة تغلى عليك يا حبيبتي. بجد يا فايق؟ اه طبعا بجد يا توم. تعرفي انا ما بلاقيش راحتي الا معاكي، كان نفسي تبقى معايا في سفرية فرنسا اللي فاتت. وايه اللي حاشك بقى؟ ما عزمتنيش ليه؟ ولا استخسرت فيها بقى تذكرة الطيارة؟ عيب الكلام ده، ده انت فداكي مليون تذكرة بالطيار والطيارة كمان. اهو ده اللي باخده منك كلام وبس. اهو انت لسه واخدة هدية بالشيء الفلاني. مليون مرة قلت لك أنا ما يهمنيش الفلوس، أنا عاوزاك أنت. سلام تشوف، ما أنا قدامك أهو. أنا نفسي تبقى معايا بجد، يعني الكلية أنا لوحدي. إحنا هنرجع للموضوع ده تاني؟ يا فايق قدر، أنا أول مرة أتخيل إن ممكن أحب حد بعد المرحوم جوزي. حبيتك أنت ومعرفش إزاي، وعايشة معاك علاقة زي ما يكون عشقتك، وده تعبني قوي من جوايا، مش مخليني قادرة أحترم نفسي. ليه بس يا حبيبتي؟ إيه الأحاسيس الوحشة دي؟ هي دي الحقيقة، مهما حاولنا نجملها يا فايق، اتجوزني، اتجوزني حتى لو بورقة عرفي. نفسي أحس إن أنا مراتك، مش واحدة طيارة تعرفها النهاردة وبكرة الله أعلم إيه اللي يحصل. أنت ليه قلتيها دراما كده؟ حس بيا شوية، أنا تعبانة يا فايق، تعبانة قوي. ماشي. يعني خلاص هتتجوزني؟ سيبيني افكر في الموضوع ده. اللي عملته امك ده من الكباب وفسق على عذاب الله وحسابه عند ربنا عسير. انا ما اسمحلكش تتكلم كده على ماما، وبعدين ماما دي اشرف ست في الدنيا كلها. وانا بتدلع عليها ولا جايب الكلام ده من عندي؟ ده كلام ابوك يا ست هاني. كذب. اه طب والتحليل برضه كذب؟ انت ازاي تصدق حاجه زي دي على ماما؟ ما احنا لو كدبنا ابوك وقلنا عليه مجنون مش هنقدر نكذب التحليل، ده حاجه معتمده وهو ده اللي قطع الشك باليقين. يقين؟ حرام عليك، انت اكتر واحد عارف ماما كويس. كنت اهبل عبيط لغايه ما اقنع الشرف ويعمى على وشها وبانت على حقيقتها ست النظره. اتقي الله يا مجاهد. هتقي الله؟ الكلمه دي تروحي تقوليها لامك مربيه الاجيال،
يمكن ربنا يرحمها ويغفر لها ذنوبها وخطيئتها. اخصى عليك، ده كلام برضو تقوله؟ هو ده اللي عندي، كان عاجبكم. سيبينا بقى ننام، فين اقوله من اخو ده؟ تعالى هنا، انت هتديني ظهرك ما تكلمني. خلص الكلام، سيبيني انام بقى يمكن انسى. اهو. أنا بجد مش فاهمة حاجة. إيه؟ فيلم؟ حياتي كلها بأبويا بأخواتي تلعب فيلم أنت معيشاني فيه كل ده؟ ده كده أنت نفسك طلعتي أم وهمية. ما أنت لما تخوني جوزك وتطلعي حملتي فيا من حد تاني تبقي مش أمي سامية. سامية الست المحترمة وربيت الاجيال المستقيمه اوفر. ايه حتى ده وش اللي لبسهولي السنين دي كلها؟ ولا الواحد هو اللي بيبقى عايز يصدق ان اهله ملايكه عمرهم ما غلطوا؟ سيلا سيلا حبيب جوزه. ايوه يا ادهم. ايه انت كويسه؟ اه في حاجه؟ لا ابدا، بس انا قلقت عليك يعني عشان انت قافله الباب على نفسك. ما تيجي تقعدي معايا بره؟ معلش يا ادهم سيبني لوحدي شويه دلوقتي. طيب يا حبيبتي انا قاعد بره، ها لو عوزت حاجه اندهيلي. حاضر. فكري على أقل من مهلك، في الآخر ترسى زي ما أنا عايز. الله يرحمك يا عم قاصد خير. إمتى بقى خيرك يغرقنا؟ معقول بعد العمر ده كله أطلع مغفل كده؟ إزاي سامية حب عمري كله تخدعني بالشكل ده؟ ده أنا كنت بخاف عليها أكتر من نفسي، طول عمري أقرب إنسان ليها. ده انا كنت كاتم اسرار، معقول تخبي عليا السر ده؟ امال يعني كنت عايزها تقول لك وتفضح نفسها قدامك؟ ما تفوق بقى يا اخي، فوق، ده انت ساذج قوي. مش قادر اصدق. انت يا نبيل انت تفضحني بالشكل ده؟ معقول تشك فيا بعد السنين دي كلها؟ على طول كده اتهمتني بالخيانة. صدمتي فيك كبيرة أوي، كنت فاكرك أحن الناس عليا، طلعت غدار وملكش أمان. يا سعاد ما نمتيش ليه؟ انت ما نمتش ليه؟ بفكر. انا كمان بفكر. يا ترى بقى بتفكري في ايه؟ بفكر في المصيبة السوداء اللي احنا فيها دي. يا معقولة للدرجة دي شايلة هم اختي؟ صحيح بنت اصول وكل خير. اصول وخير؟
طبعا انا زعلانه جدا على سامي، بس برضو عقلي عمال يودي ويجيب، وعمال افكر يا ترى الاكل اللي بيكفي ثلاثة هيكفي أربعة ازاي؟ بس يا ربي ربنا يستر. هو انت كنت بتفكر في ايه؟ في نفسي يا اختي اللي كنت بتفكري فيه. خربت الطارد افكرت يا اخي. يا بنت اللذينه انت مجنونه ولا ايه؟ الله العظيم طبعا، ما هو من عشر الام 40 يوم لازم يبقى زيهم واكتر. اه طبعا، ما انا تربيتك يا اخوي تربيتك، وانا اللي كنت فاكراك زعلان على اختك بجد والمصيبه اللي هي فيها. ما يمنعش برضه ان انا زعلان عليها ومشكلتها مع نبيل. الراجل ده جاني ولا ايه؟ انا لازم اروح له اشوف ايه الحكايه بالظبط. ايوه يا حبيبي صح، روح لهم عشان يتصالحوا قوام قوام، وهو برضه يبقى فيك الخير. هيحصل هيحصل يا ست هانم، بس المهم بقى يا شملوله انت هتتصرفي ازاي لحد ما يتصالحوا. ها همشي على المبدا اللي علمتهولي طول عمري من ساعه ما اتجوزتك. اللي هو ايه بقى؟ حافظ على القرش، الجنيه يمسك نفسه. فاكر يا برهومتي؟ ايه اللي فاكره؟ ده انا فضلت اذاكره لحد ما حفظته صم. اه منك يا قصنص البخل انت. اه انا برضو حوش حوش. لا يا اختي انت ليك مخرومه قوي. بقول لك ايه، ورينا بقى تصرفي ازاي. يعني هنعمل ايه؟ هنقضيها اكلات شعبيه كده. بس اسمع، هستسمحك بكره لازم اعمل فطار على مقصم عشان ما تقولش علينا بخلة. اه لحد كده ما تتصالح مع نبيل. يا حبيبتي. اه يا حبيبي. ازيك عامله ايه؟ والله هلكانه، مامي هلكاني في الشغل. ايه اللي جابرك على كده بس؟ مصره تعلمني كل صغيره وكبيره عشان اساعدها في المتابعه. اوعي تكون بتضحك عليكي وما بتقبضكيش زي ما ابوكي بيعمل معايا. اللي انت بتقوله ده، انا شريكه في الشركه، انا باخد اللي انا عايزاه. يا بختك يا عم. انت هتقر ولا ايه؟ دي عيون الحبايب، ما بتحسدش يا حبيبتي. قولي هو بابي فعلا مش بيديك فلوس؟ هو بيديني المرتب بس على قد قوي، مش عايز يبحبحها شويه. وانت عايز ايه اكتر من مرتب؟ ما انت واكل شارب نايم ولا دافع حاجه. ايه يا منال انت بتعيريني ولا ايه؟ ولا بعيرك ولا حاجه، بس هي دي الحقيقه يا ستي. انا نفسي احوش لي مبلغ واكسره لحسابي في بنك من غدر الزمن. عيب. غدر الزمن؟ انت مش عارف انت متجوز مين ولا ايه؟ اه وانت بقى عايزاني اعيش جوز الست طول عمري؟ انت ايه وانا ايه؟ انا حاجه وانت حاجه، وبالذات في الفلوس، واحنا متفقين على كده من الاول. انا مش قد الهانم امك شكوكها فيا. اوكي يكفيك كام عشان تطمن من غدر الزمن؟ يعني ربع قرن بقى اللي واجب. خلاص هديهم لك. على اساس ايه؟ هديه. في حد بيهادي حد بربع مليون جنيه؟ انت مش حد، انت حبيبي وجوزي وابو بنتي الوحيده. بعدين انت مش عيد ميلادك الاسبوع اللي جاي؟ ياه تخيلي كنت ناسي. انا بقى مش ناسي، اعتبرها هديتك، بس اوعى تقول لمامي. وانا مجنون افتح على نفسي طاقه جهنم. الله يا منال بموت فيكي لما بيبقى مزاجك رايق. البت نامت؟ هاخد شاور وارجع لك على طول. صباح الخير. صباح النور يا طارق. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ هو انا نمت اساسا يا ابني عشان تقول لي ايه اللي مصحيك؟ ومين سمعك؟ ده انا طول الليل ما نمتش. طب ابوك فين؟ جه وش الفجر ساعتها قافل على نفسه اوضته. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ابني. هيجي منين الخير يا بابا بعد اللي حصل؟ بدل ما تلومني انا يا سي احمد، روح لوم امك، هي اللي لعبت بينا كلنا. هو معقول بس يا بابا حضرتك تصدق على ماما حاجه زي دي برضو؟ وبعد نتيجه التحاليل برضو عايزني ما اصدقش؟ طب ما هو ممكن جدا يا بابا يكون نتيجه التحليل ده غلط. انا اكتر واحد متضرر من اللي حصل. ما تنساش انها مراتي. كان المفروض حضرتك تتاكد الاول قبل ما تتهمها اتهام زي ده. يوه حدش فيكم حاسس بيا ولا حاسس بالنار اللي جوايا؟ والنار اللي جواك دي يا بابا ايه اللي شعللها؟ هو حضرتك كنت شاكك في حاجه من زمان وما كنتش عايز تتكلم ولا ايه؟ خلاص خلاص بقى سيبوني في حالي، مش عايز اتكلم مع حد. يا بابا دي امنا ومن حقنا نعرف كل حاجه. بقول لكم سيبوني في حالي، انتوا ايه ما بتفهموش؟
وبعدين يا احمد في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ والله ما انا عارف اقول لك ايه. الواحد حاسس زي ما يكون انه متكتف ومش قادر حتى انه يفكر. احنا لازم نصالح بابا على ماما، مش هينفع كده. بقول لك ايه، احنا نكلم وسيله ونروح كلنا عندها يا عند سمر، واكيد لو قعدنا فكرنا كلنا سوا هنوصل لحل. يلا نكلمها دلوقتي حالا. يلا، ده مين اللي هيجي لنا دلوقتي ده؟ ما عارف. خالو اتفضل. ازيك يا اولاد، قلبي عندكم. ايه اللي حصل ده؟ مصيبه يا خالي ونزلت على دماغنا ومش عارفين هنحلها ازاي. المهم بس يا خالو طمني، ماما عامله ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه يعني، عماله تعيط ليل ونهار، ما بقتش عارف اعمل لها ايه. المهم فين ابوكم؟ جوه في اوضته ومش عايز يكلم حد. يعني ايه حابس نفسه مش عايز يكلم حد؟ انا جاي مخصوص لازم اشوفه واتكلم معاه. هتتكلم معايا في ايه بقى يا سي ابراهيم؟ في اللي عملته مع اختي اللي هي مراتك وام اولادك يا نبيل. انا ما عملتش مع اختك الا كل خير. كل خير؟ واتهامك ليها في شرفها وطعنها في كرامتها قدام ولادها، ده برضه بتسميه خير؟ ده حصاد الشر اللي هي زرعته من ورايا طول السنين اللي فاتت. فوق يا نبيل، فوق من اللي انت فيه ده. بقى يا راجل تصدق حته التحليل وتكدم مراتك اللي هي ام ولادك اللي كافحت معاك طول السنين اللي فاتت دي كلها؟ وبعدين عيب عليك يا اخي، ده انت بسم الله ما شاء الله عندك ولاد بقوا رجاله، هم بقوا في طولك تقريبا. عيب عيب يا نبيل. ما هي دي المصيبه، لبستني السلطانيه ولبستهم معايا. عيب يا نبيل وما تغلطش. بدل ما تيجي تكلمني عن العيب، روح لم اختك اللي دايره على حل شعرها. عيب يا نبيل، انا ما اسمحلكش، دي مهما كمان ام ولادك، عيب. وبعدين الراجل اللي بتتكلم عليه ده احنا الاثنين فاكرينه كويس. هو انت كمان يا خالو تعرف اللي اسمه قاصد ده؟ كان جه زمان اتقدم لامكم وجدكم الله يرحمه كان رفضه. طب وبعدين ايه اللي حصل؟ ولا حصل حاجه، الموضوع اتقفل على كده يا سيدي. لا، ده اللي انت تعرفه، لانها كانت ملبساك انت وابوك السلطانيه، كانت مستخفلاكوا. ده انت زودتها قوي. اختك هي اللي زودتها. بس اللي انت ما تعرفوش بقى يا ابراهيم بيه، ان قاصد كان على علاقه باختك قبل ما يتقدم لكم، واستمر في العلاقه دي بعد ما رفضتوه. الكلام الفارغ والتخريف اللي انت بتقوله ده، هي دي الحقيقه. ما تنساش ان انا كنت معاهم في الجامعه وعارف الحكايه كلها. لما انت كنت معاهم في الجامعه وعارف كل الحكايه اتجوزتها ليه؟ لانها جت ضحكت عليا وفهمتني العلاقه بينهم انتهت. ما كنتش متخيل انها ممكن تستمر في العلاقه دي حتى بعد ما اتجوزنا. انا ما اسمحلكش تجيب سيره اختك على تلك بالطريقه دي. بلد والله على زفت. انت جاي تتخانق معايا على ايه؟ روح ربي اختك الاول بدل ما هي دفنت شرفنا وشرفكم في الطين. ماشي يا نبيل ماشي، هتندم على كل كلمه. ليه يا بابا عملت كده؟ مش عايز حد يتكلم ولا حد يفتح بقه باي كلمه. جاتكم القرف كلكم، هو من وشي. صباح الخير يا ابتسام. الله يخليكي. ايه؟ لا لا مش حاضر اجي النهارده. لا مفيش حاجه، بس حاسه بشويه اجهاد. صوتي؟ لا لا شكلي كده داخل على دور برد. اسمعي لو في اي حاجه عاوزتي اي حاجه انا هسيب موبايلي مفتوح، كلميني في اي وقت. طيب حبيبتي الله يسلمك، مع السلامه. يلا يا ساميه، يلا يا حبيبتي، محضر لك فطار يفتح النفس. اسبقوا انتوا بالهنا والشفا يا قلبي. يا نهار اسود، هنا وشفت ايه ونسبق ايه؟ ده انا سالقلك ثلاث بيضات بحالهم، انت عارفه ان ايه ثلاث بيضات في الظروف السود اللي احنا فيها دي؟ بالهنا والشفا، انا هعمل كوبايه شاي. ليه بس يا عمتي؟ ده ماما اول مره تعمل فول وجبن وبيض كل دول مع بعض. قولي لها يا بنتي ده يبقى حتى اسمه تبذير. سوا بنتي انا مش غريبه، افطروا انتوا. خلاص يا عمتي على راحتك. خساره والله. نعم احمد ما اتصلش بيكي؟ لا ما اتصلش يا عمتي والله. اتصلك بيه؟ لا 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 ما اتصليش بحد. حاضر. مش قادره اسند ده. معقول زي ما يكونوا مستنيين فرصه عشان يشكوا فيا؟ ايه المصيبه دي يا ربي؟ هاي ابراهيم طمنا، حصل ايه؟ عملت ايه؟ حصل ايه؟ ها حصل ايه؟ ممكن تقولي يا ست هانم ايه اللي كان بينك وبين الزفت اللي اسمه قاصد ده؟ ايه ده؟ حاسب على كلامك معايا يا ابراهيم. انت ملاحظ انك اول مره تكلمني بالطريقه دي؟ عشان اكلمك ازاي يا ست هانم؟ بقول لك ايه؟ انا مش عايز لف ودوران، انا لسه جاي من عند النبي دلوقتي وحكى لي على كل حاجه. ما تهدى شويه يا ابراهيم، ما يصحش كده مع اختك.
دخل عينك بزحبيبك كده ليه؟ الله، بدل ما تقول لنا ايه اللي حصل، هو ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه، انت اسكتي خالص، ما تتدخليش ما بيني وبين اختي، انت فاهمه ولا لا؟ الله يا جماعه، بالراحه بالراحه، وحده الله لا اله الا الله. ممكن اعرف قال لك ايه؟ سمي بدني بكلامي فور الدم، انا عاوز اعرف الحقيقه منك انت. الحقيقه انت عارفها كويس. اللي هي ايه بقى ان شاء الله؟ لما الموضوع كان على ايدك، قصد تقدم لبابا الله يرحمه واترفض، والموضوع انتهى على كده. لا ما انتهاش يا ست هانم، انا عايز اعرف ايه البلاوي اللي تمت بعد كده. بلاوي؟ ايوه بلاوي، وبلاوي متلتله كمان. لا 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 لا، ده كده كتير قوي يا ابراهيم، انت زودتها قوي. مامتي سامية، مامتي في حاجه كده؟ عيبك اللي حصل لها ده؟ انت بتشك فيا يا ابراهيم؟ بتشك فيا؟ الكلام اللي سمعته من جوزك يخليني احط راسي في التراب. انا مش هرد عليك، عارف ليه؟ عشان انا شرفي اكبر من ان ارد على اخويا اللي هو من ابويا وامي، المفترض انك تكون عارفني كويس. عشان اريحك انا مش هقعد لك في البيت. ايه فين اللي بتقوليه ده بس يا عمتي؟ انت في بيتك، اقعدي. راحه فين؟ اروح في 60 داهيه. عاجبك كده؟ عاجبك كده اللي بتعمله في اختك ده؟ ايه، عايزه تمشي من البيت وتسيبنا؟ انا اللي هروح في 60 داهيه، جاتكم الهم. استنى يا بابا بس، رايح فين؟ إيه كده اختك ما صحش. بس ابعدي عني شويه، امشي. يا ابراهيم انت بتهزر ولا ايه؟ سيبوني. استنى بس، انا راسك. ايه اللي بتجنن ده ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي معلش، انت عارفاه لما بيتعصب ما بيعرفش بيقول ايه. يا دكتور انا بأدي واجبي الانساني والوظيفي اتجاه الطلبه. واجبك ده يخليك تتحداني وتتعدى حدودك؟ انا عمري ما تعديت حدودي يا دكتور. يا سلام، ولما تعمل ملازم للطلبه في الماده اللي انا بدرسها لهم وتوزعها عليهم مجانا، مش ده يبقى تحدي واضح ليا؟ يا دكتور انا ببسط لهم المعلومه مش اكتر عشان يقدروا يستوعبوها بشكل اسهل. انت بتسهلها عليهم وبتعقدها عليا. لما تخليهم ميشتروش الكتاب بتاعي يبقى انت بتضرني ماديا، واظنك ما ترضليش الخساره. انا اسف يا دكتور، مش هقدر اتخلى عن مبادئي وواجبي اتجاه الطلبه، وهتفضل ايدي ممدوده لهم طول ما هم محتاجين مساعدتي. اوكي، يبقى كده احنا ما اتفقناش. يعني ايه حضرتك؟ يعني رساله الدكتوراه اللي انت مقدمها لي انا مش موافق عليها، ومشروعك اللي انت طالع لي بيه السما ده بله واشرب ميته، وبقى شوف فين بقى هيجزهولك. ده قرار حضرتك النهائي؟ ايوه، ودلوقتي اتفضل مع السلامه عشان عندي ميتنج مع عميد الكليه. استاذ احمد، يا استاذ احمد، استاذ احمد. انسي يا بنتي، ده مش واخد باله خالص، هياخد ورهنك. بونجور يا مامي. بونجور ده ايه؟ احنا بقينا الظهر يا منال، كل ده نوم؟ يعني يا مامي ده يوم الاجازه الوحيد، يعني لما اصحى براحتي. سو وات، ما تضيعيش وقتك في النوم. معلش، اصل انا وفايق كنا سهرانين مع بعض شويه. قلتيلي برضو ده تضييع الوقت. Time is very important, I told you before. Never mind. صباح الخير يا حبيبتي. صباح النور يا حبيبي. صباح الخير يا عصمت هانم. في حاجه اسمها بونجور، جود مورنينج. جود مورنينج يا عصمت هانم. جود مورنينج. انا هروح المحكمه، مش عايزه مني حاجه؟ لا يا حبيبي، ميرسي، ثانك يو. باي يا حبيبتي. باي. ايه السهوكة اللي انتوا عاملينها مع بعض على الصبح دي؟ سيترو يا مامي، ده مش راجل غريب، ده جوزي. يا دي الجوازة اللي اتبلينا بيها. هو انت فايق ده مش نازلك من زور خالص؟ ما بحبوش، شكله بينرفزني، بيفكر انك غصبتيني على جوازك منه. يا ست الكل، هو انت في حد يقدر يغصبك على حاجة برضه؟ ليه، نسيتي يا منال لما حاولتي تنتحري عشان اوافق على جوازك منه؟ لا فاكرة، بس ده كان زميلي في الكلية وكنت بحبه ومتعلقة بيه، يعني ما كانش قصدي اغصب على حد. او اللي ما كانش قصدك ده كان بالنسبة لي غصب يا منال. خلاص يا مامي، ده ماضي يعني وحاجة فاتت، بقى احنا متجوزين دلوقتي وعندنا بنت، ولا نسيت؟ ابراهيم، ايه المفاجأة الحلوة دي؟ ايه اللي جابك؟ ازيك يا حبيبتي، عامل ايه؟ الحمد لله. اتخانقت معاهم في البيت هناك فقلت اجي اقعد معاكم كام يوم. ايه النور ده كله؟ هو نور ليل ونهار، حرام عليكم يا اخوانا، ما يصحش كده. هي واتخانقت معاهم ليه؟ اوبا، ده انت وحشني قوي، ما تشغليش بالك انت. مش عايز تقول، براحتك. المهم طمني لي عليكي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. على فكره جالك جواب النهارده من البنك. هو فين؟ اهو. ايه ده؟ مين اللي فتح الجواب كده؟ انا. وبعمارة ايه بقى تفتح الجواب؟ بعمارة ان مراتك ام الواد. وماله؟ بس ده برضه ما يديكيش الحق انك تفتحي خصوصياتي.
ايه يا راجل، ده انا وانت واحد، ومش عيب عليك يبقى عندك الفلوس دي كلها ومخبي عليا. وانت مالك انت ومال الحاجات دي؟ كل الفلوس دي حاكمها على قلبك ومستخسر فيها 2000 جنيه مصروف في الشهر. الله اكبر الله اكبر، خمسة وخميسة يا اختي في عين اللي ما يصلي على النبي، في ايه يا اخويا؟ ما شاء الله، بس انا عايز اعرف الموبيليا دي بتكسب فلوس قد كده؟ يا حبيبتي بتكسب ذهب كمان، بس اللي يشغل مخه بقى ويفتح عقله ياكل من وراها الشهد. ومراتك وبنتك بقى عارفين معاك الفلوس دي كلها على قلبك؟ لا طبعا، انا قلت لك انت بس عشان انت عارفه غلاوتك عندي. ما تنسيش انت ام الواد. قلت لي ده ايه؟ انا لو ما كنتش فتحت الجواب اللي كنت قلت لي ولا كنت عدت لي. وانا يعني يا حبيبتي لو ما كنتش عاوزك تعرفي، تفتكري يعني انا كنت في البنك رحت اديت لهم العنوان عشان يبعتوا لي كل المراسلات الخصوصي بتاعتي على هنا؟ بجد يا حبيبي ربنا ما يحرمني منك. ولا يحرمني منك يا حبيبتي. بقول لك ايه، انا واقع من الجوع، ما تحضر لنا لقمه كده على مقاسه. عينيا يا سعاده المليونير. لا لا لا، هو ده بقى اللي انا ما كنتش عاوز اسمعه منك. لا انا ما بحبش النقي ده، انت كده هتطمعي الناس فيا. بقول لك ايه، ده انا غلبان والله العظيم، انا اغلى من الغلب. من عينيا يا سعاده الغلبان. الريحه دي، دي ريحه غاز. خرب بيتك يا عبد السلام. جري يا عبد السلام. هو انا يلا يلا، هو انا مش 100 مره قلت لك مالكش دعوه بالبوتاجاز؟ انت عايز تموتني هادي ولا ايه؟ انا متاكده من براءه ماما 100%. ماما لا يمكن تعمل كده ابدا. وانا كمان متاكد من ده يا سمر، ما عنديش اي شك في ان ماما اكيد بريئه. يا جماعه المشكله مش فينا احنا، المشكله في الوصيه وفي التحليل اللي مش لاقي له تفسير لغايه دلوقتي. طب والعمل؟ هنفضل ساكتين كده وحاطين ايدينا على خدنا لحد ما البيت يتخرب قدام عينينا؟ بقول لكم ايه، احنا لازم نروح لها نطمن عليها، وهو كمان بالمره نتكلم معاها عشان نلاقي حل المصيبه اللي احنا فيها دي. انا موافق يا احمد، احنا فعلا لازم نروح لها عشان نشوف حل، بدل ما كل واحد فينا قاعد بيفكر لوحده كده ومش لاقيين اي حل. وانا كمان موافقه. انا هتفق معاها على ميعاد وهبقى اقول لكم عليه. ربنا يقدم اللي فيه الخير بقى. قلبي عندك يا سامي. اول مره احس ان انا تفكيري مشلول ومش قادره احل المشكله. سيبيها على الله يا عمته، وان شاء الله طالما انت مظلومه ربنا هيظهر براحتك. طب شوفي مين على الباب يا اختي. قولي لي، هو فعلا ابراهيم مسافر ولا طفشان من بيتك من انا هنا؟ مش عارفه ليه سفراته كترت اليومين دول. يا سهى قلت لك شوفي مين على الباب. وسيله؟ ماما عندكم يا سهى؟ عمته عندنا. اتفضلي. مين يا سهى؟ دي وسيله يا ماما. وسيله وسيله وسيله، فيكي الخير. جيتي تسالي على امك؟ انا مش جايه اسال عليكي، انا جايه اسالك ومش هقبل منك اي لف ولا دوران. الطريقه اللي انت بتكلميني فيها دي؟ لا لا، بصي يا ريت ما تحاوليش تقصري عليا وتحطي بيني وبينك المسافات بين الام والبنت، عشان مش وقته خالص بصراحه. ماشي، عايزاني اعاملك ازاي؟ عامليني على اني صاحبه حق وجايه استفسر عن حقي. حقك في ايه؟ حقي في ايه؟ حقي في ورث ابويا مثلا اللي حرمتيني منه السنين دي كلها، ومعيشاني معاكي ومع راجل غريب على انه ابويا وانا معرفش؟ مثل قوي ده ولا ايه؟ ايه يا وسيله حبيبتي، ايه الكلام اللي بتقوليه لماما ده؟ اللي بقوله ده الحقيقه يا طنط سعاد. لا 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 لا، عيب تكلمي مامتك كده بالطريقه دي يا وسيله. سهى سهى، اللي بتقوليه ده لما تبقى امي ست غلبانه منكسره، لكن لما تبقى امي ست قاسيه حرمتني من ابويا الحقيقي طول عمره ودلوقتي عايزه تحرمني من ورثي فيه عشان تداري على عملتها، يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ انا اقول لك يبقى ايه. يبقى اشرف من الوساخه اللي في دماغك. لو كنت شريفه بصحيح ما كنتيش خلفتيني في الحرام كده. عايز اقول لك حاجه، حبيتي تصدقي حبيتي، ما حبيتيش ان شاء الله عنك ما صدقتيها. والله العظيم انك بنت نبيل، يعني بنت حلال. ياه، وانا بقى المفروض بعد نتيجة التحليل اللي كشفت كذبك السنين دي كلها، حلفانك ده هو اللي يخليني اصدق يا طاهرة؟ شوفش وشك تاني ساعتها خالص. وسيلة وسيلة يا بنت، استني استني يا وسيلة.
أدهم اتصلي حالا بفايق المحامي.